سكر الدايت ايه مشاكله، خاصة لو من نباتات زي سكر السيفيا مثلا يا دكتور؟ كل حاجة لها مضرها، ومشكلته ان هو بيخش الجسم على هيئة ايه، مادة مصنعة كيمياء، فالجسم مش هيعرف ان ده نباتي ولا كيميائي، فهيبدأ يتعامل معاه ان هو مادة كيميائية، فبيقلل عملية الحرق، وعلى وقت طويل بتحس ان انت ثبت في الوزن ومفيش اي اختلاف. خلينا بالطبيعي، انا عن نفسي بحب الطبيعي، فمن مش بحب تفضلي عسل النحل اكتر؟ بفضله جدا، وجربناه في المركز عندي على جروباتي خلال السنوات، انا بقالي في الموضوع ده اكتر من 10 سنين، الحمد لله عامل نتائج هايلة للناس اللي عندها انيميا، للناس اللي عندها بهتان في البشرة، عمل نتائج هايلة في الوقت اللي فيه الفيروس دوت. لما استخدموه وبطلوا سكر، الملح طبعا ما بنعديش 5 جرام منه خلال اليوم، 5 ملي جرام، حاجة صغنطوطة خالص، أو يعني ما يعادل معلقة صغيرة من الشاي تتحط كده وتبدأ في كل طعامك عشان نسهل على الناس المقدار، لا نزود ملح ولا نزود سكر ولا نزود دهون، خلي يومنا أقل من 20% من الدهون، أحسن لنا نبقى على الفايبرز أكتر، الخضروات والفاكهة. دكتور عايز أسألك على السوائل، إحنا اتكلمنا ممكن عصير فاكهة وممكن كمان مية عليها عسل، المية دي تكون فترة ولا مية سخنة؟ عادية. أنا ما بحبش الافتكاسات، الهبد بقى مية سخنة، هي المية بتاعتنا عليها معلقة عسل نحل، إحنا متأكدين إنه عسل نحل بيور، تمام؟ إحنا عندنا كمان ممكن سوائل الدافية، ينسون، نعناع، تليو، كل واحد حسب بيحب إيه، نحليها بالعسل عادي. الأعشاب الميزة بتاعتها، أنا ما بحبش الأعشاب على بعض، برضو بتكلم على نفسي أنا كتجربتي الشخصية وتجربتي مع البيشن بتاعي، بستخدم دايما الأعشاب الحرة اللي هي ينسون بس، نعناع، ما بحبش تركيباتها على بعض. ايه المشكلة فيهم يا دكتور؟ ما اعرفش، انا بقلق ان يكون عليها حاجة تانية، يعني انا بحب ان ده، انا عارفة ان ده ينسون، انا عارفة ان ده نعناع، وعارفة ان هو هيدخل يزود خلية المية معي. حضرتك بتفضلي الاوراق الطبيعية يعني الاعشاب الطبيعية، مش اللي هي المعلبة او في، لا لو باكت برضو انا مش معترض عليه، انا بعترض على الباكتات اللي هي ملهاش مسميات، اللي انا مش عارفة يعني الكونتينز بتاعها، الليست نيوتريشن، هل هو حقيقي ولا في حاجة تانية جوه، حاجات مصنعة، انا ما اعرفش. ايوه انا بحب الحاجة اللي هي الطبيعية. ولبقى اتعاملنا الفترة اللي فاتت كان الشاي الاخضر كان التوب في القصة دي، وكنا نستخدم الكافيين منه بعد الفطور وبعد الغداء، عمل فعلا شغل عالي جدا في السي ار بي للالتهابات اللي موجودة، وما شفنا التحليل كان شغل عالي، هو والعسل النحل. بجد الخضار المسلوق والفاكهة برضو أنتجت معانا تحاليل عالية جدا، كنا مبسوطين منها، يعني كنا الحمد لله شفت النتائج قدامي لما كنت بتابع أي بيشن عنده كوفيد 19، كان بعد 14 يوم كنا بنشوف التأثير، والبنات دلوقتي قاعدين وشايفيني اللي أنا بتابعهم وعارفين إحنا عملنا إيه مع بعض. نتيجة كانت هيلة، من نزول من سمنة، من مشاكل في الضغط والسكر والقلب، وارتجاع المريء، القولون العصبي، لأن أنا تخصصي كلينيكال نيوتريشن، أنا أخصائي تغذية علاجية، فده تخصصي، إزاي أني أنا عن طريق الغذاء أحل المشكلة، أساعد الجسم.